عائشه مجيب طالبه بالمعهد العالي صحفه واتصال سنه ثالثه، حصلت على جائزه طالب الشهر في الروبورتاج التلفزيوني. كنشكر المعهد العالي صحفه واتصال ومجلس الطلبه، والشكر موصول ايضا لصاحب الفكره اللي هو الزميل حمزه السيكي، لانه هذه البادره الطيبه كتقدر مجهودات الطالب وكتحس بانه مجهودات الطالب ما كيمشيوش غير هكذاك. وبمناسبه عيد المراه كنتمنى عيد سعيد لجميع نساء العالم. هو صراحه لفت انني توصلت بهذه الشهاده سما في انورمون بليزير، وبالعكس سافا مونكوراجي لحقاش سي اون بروف ان لي زيفور ديالي ما مشاوش فوالو، وسافا مدوني لونفي انني ندير دي زيفور اكثر، وكيف ما جيت على الثانيه بوركو با نجي انا الاولى المره الجايه. البادره ديال انني توصلت بالشهاده يوم عيد المراه هي واحد البادره اللي زوينه بزاف، وبالعكس اون طونك مراه هادشي كيشجع وكيخليك فخوره براسك.